عادل هو واحد الانسان انتروفيرتي، يعني كيشتغل على دائما احاسيسه، قليل فين كيبوح بها، قليل فين كيتكلم عليها. هو كيتكلم من خلال الكاميرا، عدسة الكاميرا اكثر. عادل تعب بزاف على الفيلم ديالو، وهذه شهاده لله. تعب وكما كنقولوا باللغه العاميه تمحن باش يخرج لنا اليوم هذا الفيلم. الحمد لله المجهودات ديالو والتعب ديالو ما مشاوش هباء منثورا، وخير دليل على ذلك هو النتيجه اللي تعطاتنا اليوم في الفيلم ديالو. عادل حكى لنا عده قصص في قصه واحده، ونقدر نقول انا باللي الطفل الصغير هو عادل، لان عادل شاف عده اشياء في الطفوله ديالو وحاول يحكيها في الفيلم ديالو، وفعلا ابي لم يموت. ان شاء الله هذا وعد، هذا وعد ان شاء الله باش غادي نرجع على خشبه المسرح خلال شهر رمضان. كنتمنى نكون موفقه، خديت الوقت الكافي باش نستوعب فكره انني غادي نعيش وغادي نتعايش بدون الاب ديالي، ولكن الحمد لله هو عطانا جميع النصائح باش نكونوا واقفين هذا اليوم هذا بلا بيه. عطانا الحب، عطانا احترام المهنه، عطانا معنى الاحترافيه، معنى المهنيه، فكنتمنى انه يكون فخور بينا. فدوى ممثله متميزه كتقن ادوارها، مناضله ايضا فنيا. كنشكرها على الكلام اللي قالته، وحتى انا كنكنيها نفس الحب والاحترام، وكنتمنى لها مسيره موفقه لفدوى. تلفزيون لا، ولكن غيكون المسرح ان شاء الله على خشبه المسرح ان شاء الله، العوده للخشبه باش نغيروا شويه. شكرا، بارك الله فيكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.